يسعد لو قعدتكم جميعا. اليوم بسوي معكم كب كيك بالتفاح والكراميل وجوز البيكان، لذيذة من الآخر وتنفع حلا للويكند. أول شيء راح أبدأ معكم مقادير الكيك، اللي هي كيكة الزبادي العادية اللي احنا عارفينها ومعاييرها ثابتة، اللي هي تجي علبة زبادي يعني حنضيف علبة زبادي، ومقدار العلبة راح نحتاج علبة ونص دقيق، علبة سكر، وعلبة بس مو مليانة، ما حبيت اني امليها، زيت، ثلاث بيضات وفانيلا، وطبعا عندنا بيكنج باودر، وكمان عندنا حبتين تفاح مقطعة مكعبات حطيت عليها ملعقة قرفة. اما بالنسبة للتغطية اللي راح نضيفها لها اللي هي كراميل البيكان، راح احتاج الى ثلث قالب زبدة مع نص كوب معياري دقيق، نص كوب معياري سكر بني، وثلث كوب جوز البيكان مجروش. هذولي كلهم الأربع مقادير راح أخلطهم وأخليهم على جنب عشان راح نضيف هالوجه كيكة التفاح. في البداية راح أسوي الحشوة اللي راح نضيفها، أضيف الزبدة، السكر البني، الدقيق، جوز البيكان المجروش، وبخلطهم مع بعض وخليهم على جنب. هذا شكلها يكون بعد ما أخلط كل المكونات اللي حطيناها قبل شوي. نبدأ نسوي الكيكة. حطيت الحين ثلاث حبات بيض يكون بحرارة الغرفة، شوي فانيلا عشان زنخة البيض، وكوب السكر، هيا تنزل كلها، يلا خلاص، ونخلطهم بسم الله. خلاص هذا خليط الكيك، الحين راح أضيف للتفاح اللي مقطع وخالطته مع ملعقة قرفة، وحركة بسباتولا. كذا بحذر وأنتم تقلبونه، بس تخلونه يختلط بسباتولا، ما يحتاج الخلاط. أبدأ أوزعه بقوالب الكب كيك، بستخدم ملعقة الآيس كريم عشان يصير كلها مقاسة واحد. بعد ما صبيت الخليط الحين راح أحط من الحشوة اللي سويناها، اللي هي السكر البني والبيكان والدقيق والزبدة، نحطها على وجه الكيك. خلاص بعد ما حطيت الحشوة على الوجه راح أدخلها فرن ساخن، تكون درجة الحرارة 160 تقريبا، حنشوف كم تاخذ وقت. ترى ايش رايكم؟ بس ما ادري ايش اوصف او ايش احكي، هو الشكل ولا الريحه ولا الطعم. انا فتحت وحده وذقتها وبوريكم اياها، سفنجه سفنجه يا عالم، ولذيذه، والاحلى من كذا انها سهله، يعني ما لكم حجه. ابي اشوف تطبيقاتكم عليها، ولا تفوتونها بالويكند، تراها تواجه ولذيذه وسهله.